انا احييكي جدا ان انتي تتصلي بيا وتعترفي بده على الهوا، ان حضرتك عندك الجراءة، ان كل دلوقتي يعني بيكسف ان هو يقول على جريمة زي دي. هو واضح ان المتصلة هتتكلم في حاجة صعبة شوية، تعالوا مع بعض نكمل. طب ممكن اعرف الدوافع؟ الدوافع هو انسان مجنون اصلا، بيتعاطى المخدرات وبيضرب في العيال الصغيرة وبيمشي في الشقة يلف حوالين نفسه. هو استفزني كل شويه يقول لي يا تخينه يا فشله، ضغط عليا ضغط نفسي رهيب. اما كنتش دارينا بنفسي غير انا بحط السكينه في قلبه. في الفتره دي كنت فعلا فتره البي ام اس؟ طيب هو بغض النظر عن علامه النينجا اللي ماسكها المذيعه اللي في ايديها دي، وانا مش عارف بصراحه ايه فتره البي ام اكس دي، بس ما علينا. يعني هو ايه اللي يخلي مذيعه زي كده تعمل الفيلم الهندي اللي شغال ده؟ يا دكتور حتى المتصله الحاله هي قتلت جوزها كانت في الفتره دي. فبغض النظر عن فكره ان في بني ادم اصلا بيتصل ببرنامج في التليفون وبيقول ان انا قتلت جوزي، والمذيعه بتتكلم وبتهزر عادي وبتقول ان انا بأحييكي على شجاعتك، لكن ايه اللي يخلي ست زي كده اللي هي المذيعه دي تجيب الفيلم الهندي ده وتبقى متخيله ان الناس ممكن تقبل حاجه زي كده؟ اي شخص هتلاقي العين بتاعته مستطيله، فالشخص ده بيهتم بمصلحته جدا. لو زودت عليها ان الحاجب كان قصير مش معدي العين، فالشخص ده مفيش تواصل خالص مع الناس، ما بيفكرش في حد غير في نفسه بس. الحاجتين دول بيعززوا جدا حتة المصلحة. النوع ده من الناس لو كانت عينيه واسعة بعيدة عن بعض يعني، فبالتالي ممكن ان هو يعمل اي حاجة لو هتدخل له قصاد كده دخل مادي او هتيجي عليه بمصلحة. يعني لو مش فاهم حاجة من اللي انا بقوله ده، اشترك في القناة واتفرج على الفيديوهات اللي هناك هتفهم انا بتكلم في ايه اصلا. سلام.